هنا الثوب ديال السروال، السروال 1.20 راها كافيه. شوف شحال عندي في هذا الطرف، هذا 1.20 هاد السروال. هذا السروال غيكون بالسلسله وغيكون بالسمطه والجياب، سروال عصري. دابا نبدا على بركه الله. اول حاجه غادي نديرها غادي نهبط هنايا الحرده ديال السروال. طاي ستوندار كتكون فيها 24، انا عندي زايده شويه غندير فيها 26. وغنهبط الخط ديال، غنجي من هاد الجهه هذه النقطه هذه ديال الحرده ديال السروال. وغادي نهبط 56 للركبه، انا هبطنا هنايا 59 حيت بنتي طويله تبارك الله. الطول الكلي ديال السروال عندي 103، 103. وغادي نزيد 4 سنتيم ديال لوغلي من تحت ديال البارما، اول حاجه غنحيد هاد الحاشيه هادي باش ما نحسبهاش. وندير هاد الخطوط هادي ديال الحوض. هذا خط ديال الركبه، هذا الخط ديال الطول ديال السروال، وهذه ديال لوغلي من التحت. غنحط الحوض ديالي عندي في 27، غنحط 27 انا نحط 27 هنايا. هذا قسمو على جوج، هنا عندي 14، غادي نهبط هنا 14. وندير خط في الوسط ديال السروال، كيتسمى هذا الميزان ديال السروال. هنايا عندي انا في الدوره ديال الركبه عندي فيها 22، غنقسمها على جوج، غنحط 11 من هذا الجهه و11 من هذا الخط لهنا، 11 من الخط لهنا ندير 11، ومن الخط لهنا ندير 11. ها هي هنا عندي في السروال من تحت الدوره ديال السروال، فم السروال هنايا عندي 16، غنقسمها حتى هي على جوج، ونحط النص من هنايا والنص من هنايا. كذلك هنا غنخرج هنايا بربعة ديال السنتيم، ندير خط نخرج هنا بربعة. طايا ستوندر كنخرجو غير بثلاثة، هنا يمكنك تخرجي بربعة ولا تا بخمسة على حساب الطاية اللي عندك. غنطلع عاود من هنا بربعة ونجي لهنا، غنقص واحد سنتيم ونص من هاد البلاصة هادي،
قلنا انا هذه نقوصها غير بيديا وهذا القطعه اللي غتكون عندي هنا اللي غنلصق فيها السنسله غندير فيها واحد 3 ديال السنتيم ولا 4 ديال 4 مع السورجي هنا السنسله غنوصلها حد هاد النقطه فين عندي هنايا ندير هنايا خط هكا ومن هنا غادي نهبط 3 سنتيم ديال الامام كنصير لهنايا لهاد البلاصه هادي عندي في البطن عندي 22 غنحط 22 هنايا جاتني نزيد 2 سنتيم ديال الخياطه هنايا وغندير خط من هاد النقطه هادي لهنايا لهاد النقطه هادي ديال الحوض مشتو هذا هو السروال ديالنا من هنا الى جانا مبوق من هذه البلاصه هكا بحال المثلث كنحاولوا نحيدوه نقصوا منه واحد السنتيم تما باش ما يجينيش مبوق من داك البلاصه ديال الحوض دابا غادي نقطع مشتو هذا هو السروال ديالي هادو ديال الامام دابا غنفصلو ديال الخلف غادي نجيبو هاد الطرف هذا اللي شاطلي غادي نجيب هاد السروال غندورو هكا ندورو باش يجيني على يدي ونحط هاد الجهه هادي ديال الحرده غنحطها على هاد الجهه اللي عريضه هنا قديت الثوب غادي نزيد دابا جوج ديال السنتيم في هذا ديال الظهر غنزيد عليه غنزيد فيه جوج سنتيم على ديال الامام كيجي كبر من ديال الامام غنجي نخط للركبه نزيد جوج منا وجوج منا هادو كيتسموا بحال ديال الخياطه بحسب ديال الامام ما درناش شمال الخياطه وكيجي الخلف دائما كيجي كبر من الامام من هاد النقطه هادي غادي نخرج تسعود هنا راه كاين اللي كيخرج كثر على حسب الطايه اللي عندك انا نخرج تسعود كاين اللي كيخرج حتى 15 من هاد البلاصه هادي غنصير هاد النقط هادو هنا غادي نجيب بيستولي هذا الخط هذا اللي درت هنا غادي نهبط عليه واحد جوج سنتيم هنا غادي نسال هذه النقطه هذه هذه الحرده هذه هكا
هنايا غادي ندير هذا الخط هذا ديال الحزام، وغادي نصيلو من هنايا لهاد النقطة هادي. دابا 3 سنتيم اللي حيدنا في الأمام غاديش نحيدوها هنا، غادي نخليوها على حساب الظهر كيجي طالع على الأمام. هي هادي داك 3 سنتيم اللي حيدنا من الأمام، هي هادي هنا ما كنحيدوهاش. هذا هو العبر ديال السروال ديالنا. هذا هو السروال ديالنا كما كتشوفوا، هذا الامام وهذا الخلف. غنجيو ديال الامام غادي نطراسيه الجياب، غنجي لهنا ندخل واحد 5 سنتيم ونهبط واحد 14 ونصل هذه النقطه هذه. غادي نفصل داك القطعه اللي غتكون عندي في السمطه اللي غادي نركب في السروال ديال السمطه، غندير فيها 48 هنايا، والعرض ديالها غندير فيها 10. شوفوا هادو هما القطع ديالنا، غنلاقيوهم من هنا من النص وغادي يديروا هكا في المنتصف سنتيم ديال الخياطه، وغيبقى لي هنايا 4 سنتيم ديال السمطه في الخياطه. ان شاء الله غنوريها لكم. دابا غنفصل القطع ديال الجياب. هادو القطع ديال الجياب ديالي، ندير 4 كما شفتو. هادو هما الجياب ديالنا، جوج راه غادي نقطعوهم بحال الاخرين بحال اللي عندي في السروال. ندخل لهم حتى هنا ب5 ونهبط من هنايا ب14 وندير لهم هاد الدوره هادي ونقطعهم باش نلاقيهم مع السروال في الخياطه. ان شاء الله تشوفوه. نتمنى يكون الشرح ديالي ساهل وتفهموه، راه ساهل هاد السروال هذا اللي بغات تخيطو راسها فهاد الوقيته هادي راه كيتلبسو. هادو راه موضة هاد العام، هاد لافيست والسروال ديالو راني خيطتهم معاكم، وعاود هادي دابا التالتة من مرة كنبغي نعاود معاكم الموديل باش تفهموه كتر، وكنفصلو معاكم بلا باترون باش ما تلقاوش صعوبة ولا تعقيدات في داك الباترون، كتبقى زيد سنتيم نقص سنتيم. انا كنفصلو معاكم على التوب. نتمنى يكون الشرح ساهل ان شاء الله، ونشوفو في الخياطة، نتلاقاو في الخياطة ان شاء الله.